السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا النهاردة بخير وفي احسن حال يا رب. النهاردة هنعمل ان شاء الله طريقة الحواوشي باللحمة المفرومة. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة اي حاجة خالص، حلوة جدا جدا جدا. ليها تكة بسيطة طعمها حلو قوي قوي. بصوا شكله عامل ازاي الحواوشي، عامل زي بتاع بره بالظبط اهو. بصوا مش ناشف، طري جدا اهو. الطريقة سهلة، اتمنى الشكل يكون عاجبكم. طبعا لو انت حابة تقدمي جنبه طحينة عادي، سلطة عادي مفيش مشكلة. ممكن تعملي سلطة خضراء، سلطة زبادي عادي. عايزة تقدمي معاه بطاطس، بطاطس صوابع مفيش اي مشكلة. عايزة تقدمي معاه شيبسي مخلل على حسب رغبتك، تمام. طبعا انا زينته بالشكل ده وهفتح لكم واحد دلوقتي وهتشوفوه من جوه عامل ازاي. اتمنى ان شاء الله الوصفة تكون خفيفة عليكم وطريقة شرح تكون كويسة. يلا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير. طبعا انا حبيت افتح لكم واحد من جوه، بصوا عامل ازاي اهو. بصوا طبعا ما فيهوش اي حاجه، يعني مش مفرول ولا الكلام ده كله. يعني اللي خايف يحط الميه ما تقلقوش، هي الميه بتطريه وبتساعد ان هو ما يتفتفتش وكده، يعني لان انا مش حاطه ميه كتير بالفرشه. بصوا والله طعمه جميل جدا 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 بدون مبالغة، والله بجد حلو قوي قوي. جربوه على ضمانتي ان شاء الله هيعجبكم. معايا هنا بصلاية كبيرة مفرومة ناعم انا بشرها، تمام. معايا طماطم متقطعة مكعبات صغيرة قوي بالشكل ده. معايا فلفل، فلفل الوان بقى وفلفل اخضر على حسب المتوفر عندك والموجود، متقطع برضو مكعبات صغنطوطة قوي. ومعايا لحمة مفرومة ومقطعة عليها ليا، بصوا بالشكل ده فرمة معاها ليا. معايا البهارات، معايا ملح، فلفل اسود، معايا بهارات حواوشي، معايا بهارات عادية، تمام. طبعا انا مش حابة، يعني في ناس بتضيف لها قرفة، جنزبيل، الحاجات دي كلها، لا انا هستكفي بكده. وفي ناس تعمله الحواوشي بتعمله بالفلفل الاسود والملح بس، بس بصراحة الطريقة دي حلوة قوي 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 وجميلة. يلا مع بعض عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة انا حطيتها هنا البصل، حط عليها ملح، بسم الله، ملحي بقى طبعا. حط عليها فلفل اسود، حط عليها بهارات حواوشي، حط عليها بهارات عادية مش كتير، تمام. وهبدأ اخلطهم كويس جدا مع بعض. بصوا هفضل اخلطهم كده مع بعض كويس جدا اهو. وبعد ما خلطتهم كويس جدا بالشكل ده اهو، هروح نازلة بالفلفل، الفلفل الالوان. لو حابة تحطي شطة عادي مفيش مشكلة، بس انا هنا عشان الفلفل حامي فمش هحط شطة اهو. وبعد ما خلطتهم كده كويس هروح نازلة بالطماطم، وبلاش تحطي المية بتاعتها اهو. بصوا انا بصفي ازاي اهو، بصوا صفيت المية بتاعتها ازاي عفوا. وهبدأ اخلطهم كده
مش هف... يعني مش مش هفضل بقى اعصر فيهم قوي عشان المية بتاعة الطماطم ما تنزلش معانا اهي. اسيب الخلطة دي لمدة 10 دقايق مع نفسها كده، اغطيها واسيبها على جنب كده لمدة 10 دقايق بحيث ان كل المكونات تتبل في بعضها. تمام، وهرجع اقول لكم هنعمل ايه. وده طبعا شكلها بعد ما عدى عليها 10 دقايق زي ما قلت لكم. هبدأ اجيب اللحمة بالشكل ده، بسم الله، وافضل اعملها كده اهي، وابدأ انزل بكل التتبيلة معايا بالشكل ده، بسم الله. وهبدأ اخلط كل المكونات مع بعض اهي. بصوا، لما انا قلتلكو انا هسيب الخلطة اللي هي البصل والطماطم والفلفل والبهارات اللي فيها، لما قلتلكو هسيبها على جنب عشان لما اجي اقلبها مع اللحمة المفرومة تكون متبلة معانا، واشتغل مع يعني اشتغل بيها على طول، غير لما احط كل المكونات على بعض ما احسش بطعم الحواوشي وانا باكله، انما كده هيبقى متبل جوه الرغيف كويس قوي وحلو ان شاء الله اهو. وبعد ما خلطتهم كده كويس جدا هبدأ بقى اجيب العيش معاكم واحشيه. وانا هنا طبعا بعد ما خلطت كل المكونات مع بعض بالشكل ده، جبت طبق وفيه مية وعليهم زيت، يعني جبت كوباية مثلا مية وعليها معلقتين او 3 معالق من الزيت. تمام، هقول لكم ليه دلوقتي. هبدأ امسك الرغيف، وهفتحه من فوق كده، ويا ريت الرغيف يكون صابح وما يكونش بايت. ولو انت هتشتريه قوليله، قولي للراجل ان انا عايزاه للحواوشي، بيديهولك يعني ايه ني شويه. تمام، وهبدا اخد قطعه من الحواوشي معانا او اللحمه معانا، وهبدا اوزعها من جوه كده بالشكل ده. بصوا اهي، هتبقى معانا كده. طبعا انت عايزه تمليه عادي، عايزه تخليه زي بتاع بره يكون قليل في الحشوه، تمام، عادي على حسب رغبتك. تمام، انا هنا جبت صاج او صينيه على حسب اللي موجود عندك، ودهنته زيت. تمام، وهروح جايه كده، هروح جايبه الميه اللي عليها زيت، وهروح عامله كده بالفرشه وجايه دهنه الوش بالشكل ده، واروح حاطه الوش بعد ما دهنته اروح حاطاه كده، واروح دهنه الظهر كمان بالميه والزيت. حد هيقول لي ليه هنحط الميه؟ الميه دي بتساعد ان الوش ما ينشفش ويبقى طري معانا ويبقى حلو. جربيها بجد حلوه قوي قوي، هتعجبك ان شاء الله. اكمل بقى بقيه الكميه، احشي معاكي واحد كمان وبعد كده اكمل بقيه الكميه وارجع لكم تاني اهو. بتوزعي بقى عشان يبقى كله بسوى واحد اهو بالشكل ده. تمام، هروح جاية الوش ودهناه المية اللي انا حاطة عليها زيت من كل بقى من كل حاجة فيه، يعني من كل الطرف ومن النص ومن كل حتة، وهروح جاية في ظهره، وهروح برضو دهنة نفس الشيء بالشكل ده. حد هيقول لي الميه مش هتطريه؟ لا ما تخافيش، مش هتعمل في اي حاجه اهو. وهنحط الوش في
في الصاج من تحت. اكمل بقى بقية الكمية وارجع لكم تاني. ده طبعا بعد ما خلصت الكمية معاكم بالشكل ده اهو، هبدأ بقى لو انت حابة عندك ورق زبدة وحابة تكلفتي كل واحد لوحده تمام عادي مفيش اي مشكلة، لو حابة تسيبيه كده برضو مفيش اي مشكلة، على حسب الموجود عندك اعمليه. انا دلوقتي قدت الفرن على اعلى درجة وهبدأ هدخله الفرن من تحت خالص لمدة بس بحيث ان هو ياخد بس لون من تحت تمام، وبعد كده هروح قلباه على الوش واسيبه، ولما يطلع هوريه لكم هيبقى عامل ازاي. طبعا اهو قلبته على الناحية التانية، بصوا ما تقطعش ولا اي حاجة اهو زي ما انتم شايفين قلبته على الناحية التانية، وبرضو هبدأ ادخله من تحت اهو في الفرن من تحت بحيث ان برضو ياخد اللون ده من تحت اهو. بعد بقى ما يطلع هوريه لكم هيبقى عامل ازاي. يا بنات هو ده شكله بعد ما طلع اهو، بصوا ما شاء الله عامل زي بتاع بره بالظبط اهو. يلا مع بعض نشوف هنقدمه ازاي. بصوا حتى الوش بتاعه تحس ان فيه لمعة كده وتحس ان هو طري وحلو، بصوا يعني مش ناشف ولا نشف من الفرن ولا اي حاجة، مع اني حطاه تحت المفروض ان هو كان ينشف وكده بس لا، المية والزيت بصوا عملوا فيه ايه ما شاء الله، بقى جميل جدا جدا. بصوا من جوه بسم الله، بصوا عامل ازاي، جربيه جميل قوي قوي. طبعا انا حبيت افتح لكم واحد من جوه، بصوا عامل ازاي اهو، بصوا طبعا ما فيهوش اي حاجه يعني مش مفرول ولا الكلام ده كله، يعني اللي خايف يحط الميه ما تقلقوش، هي الميه بتطريه وبتساعد ان هو ما يتفتفتش وكده، يعني لان انا مش حاطه ميه كتير بالفرشه. بصوا والله طعمه جميل جدا 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 بدون مبالغة، والله بجد حلو قوي قوي، جربوه على ضمانتي ان شاء الله هيعجبكم. وده طبعا شكله بعد ما قدمته، ده الشكل النهائي معانا اهو، بصوا بقى بالشكل ده. اتمنى يكون تذويقي حلو ويكون ان شاء الله ويكون طريقة شرحي كويسة واكون قدرت اوصل المعلومة صح اهو، بصوا بالشكل ده. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.